حفظك الله. السؤال الثاني يا شيخ، قبل 10 سنوات أتينا للعمرة وكنا محرمين، لكن توقفنا قبل الدخول للحرم، فكان الجو بارد وممطر، فللأسف لبسنا المخيط على الرأس، يعني وضعنا لباس على الرأس وإحنا محرمين، وأدينا العمرة بعد ذلك. من أجل المطر؟ من أجل شدة البرد، المطر خفيف لكن الجو كان بارد. نعم، لكم رخصة في تغطية رؤوسكم بالغطاء المدفي، ولكن عليكم فدية تخيرون فيها بين ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. نعم، الفدية لابد أن تكون في مكة. لا، ما ممكن الفدية اللي هي الذبح أو الإطعام، هذا يكون في مكة، أما الصيام فيكون في كل مكان، يجزي في كل مكان. جزاكم الله خير.